هنعمل ايه؟ هنشوف في هذا التقرير عن المصرف فندي محمد علي خير. أحد رموز الإعلام الراقي ونجم من نجوم دفعة عام 1986 الذهبية والاستثنائية بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، الذين تصدروا المشهد على صفحات الجرائد والمجلات وميكروفونات الإذاعة وشاشات التلفزيون. إنه الكاتب الصحفي والإعلامي والأهلاوي الكبير محمد علي خير، ابن محافظة الغربية، الذي ولد في عام 1964. حصل على بكالوريوس الإعلام قسم الصحافة من كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1986 بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، وهو عضو نقابة الصحفيين المصرية منذ يوليو عام 1987. التحق فور تخرجه بصحيفة الوفد وعمل فيها محررا تحت التمرين بقسم التحقيقات، ثم انتقل إلى قسم الإخراج الصحفي أثناء فترة رئاسة تحرير الأستاذ مصطفى شردي، وسافر إلى السعودية وعمل بجريدة الرياض السعودية، وعاد إلى مصر عام 1993، وقد شارك بالرأي والخبرة في وضع الخطط الرئيسية لتأسيس العديد من الصحف المصرية. أجرى ما يقرب من 100 حوار صحفي مع مختلف الشخصيات السياسية والرسمية والحزبية والرياضية والمثقفين والعلماء. تولى رئاسة تحرير جريدة الميدان المصرية من عام 2006 وحتى عام 2008، وشارك بالكتابة في جريدة الدستور المصرية في التحقيقات الصحفية والمقال، وكان له عمود يومي بجريدة الدستور تحت عنوان كلمة حرة. وقدم محمد علي خير العديد من البرامج، أبرزها مصر في ساعة عبر أثير الإذاعة، وكلام بالمصري، والمصري أفندي، وجر شكل تلفزيونية، وقهوة خير على مواقع التواصل الاجتماعي. وصدر له كتاب الطريق إلى قصر العروبة في 3 طبعات قبل ثورة يناير مباشرة، كما صدر له الكتاب الثاني في انتظار وطن في أوائل عام 2013، وهو الجزء الثاني للإصدار الأول الطريق إلى قصر العروبة. حصل على 5 جوائز من نقابة الصحفيين المصرية أعوام 2000 و2006 و2009، وهو الفائز الوحيد ب3 جوائز دفعة واحدة في التحقيق الصحفي والحوار والمقال السياسي، كما أنه الوحيد الذي جمع بين جوائز الإخراج الصحفي والتحرير الصحفي.